بس يكون في علمك. زي ما عرفت اوصل لك دلوقتي هعرف اوصل لك تاني في اي مكان. متنساش اللي اتفقنا عليه. لا يا حبيبي مش هسيبك تاني ابدا. حمزه تلاتنا شاسلين. اذا كان دم ابنك هنا عليك قول لي. انا زهقت يا سليم، زهقت. طالت وبوخت وما فاضلش فيها غير حاجه واحده بس، انت عارفها كويس. هجيبك وهعدمك زي اي كلب جبته قبل كده. عايز اشوفك سليم. انت فين؟ انا وانت لازم نتقابل ونتكلم لوحدنا. ماشي يا سليم، امتى وفين؟ في اخر مكان اتقابلنا فيه قدامك 10 دقايق. حمزة نصيحة مني، ما تغلطش وتجيب حد معاك. انا داخله عليك وخلاص. ايه في ايه؟ مال صوتك خالد؟ شيخ جابر، شيخ جابر، الشحنه، الشحنه جيش مسكها. وبعدين يا صبري، بهاء ما اتصلش لحد دلوقتي. كلمته قال لي انه جاي علينا على طول، بس قال لي ان هم دخلوا الحاج فواز العنايه المركزه اديهم بيحاولوا معاه. تفتكر هيلحقوا؟ يا ريت. لو الحاج فواز حصل له حاجه ان شاء الله يقوم بالسلامه. قول يا صبري، حمزه فين دلوقتي؟ يا شيخ جابر. ايه؟ ما سكت؟ طيب سلام.
روح انت يا عم شوقي، انا لسه قدامي شويه هقفل بعد ما نخلص. ازيك يا دكتور؟ سليم؟ لسه بتسهر في الكلية لوحدك بعد ما كل الناس تمشي تحضر دروس بكرة؟ معادلة ماكسويل. مش قادر انسى اليوم اللي انت شرحت لنا فيه المعادلة دي. كان في ناس كتيرة مش فاهماها، بس انت كنت احسن واحد بيشرح الموضوع ده. كان دايما عندك طريقة ذكية توصل بيها المعلومة. مفيش داعي يا دكتور. لأنك حتى لو كلمت البوليس تفتكر هيكون قدامهم قد ايه لحد ما يوصلوا؟ انا كده كده مش مطول. انا عندي مشكله وعايزك تساعدني فيها. ساعدك؟ ساعدك في ايه؟ اسمح لي امسح كل اللي انت كاتبه ده عشان اشرح لك. فين الغلطة؟ ايه ده؟ عيب بقى الكلام ده يا استاذنا، ده انت اللي معلمنا الحاجات دي. في هنا غلطة، ايه هي؟ ده دي معادلة فيها حاجة غلط او حاجة انا ناسيها وعايزك تحلها لي. اللي انت رسمه ده الدايرة الكهربائية. الدايرة الكهربائية لجهاز تفجير عن بعد، انا عارف كويس قوي انا بعمل ايه. بس فين الغلطة اللي انا عاملها؟ ايه الحاجة اللي انا ناسيها؟ لا مش ممكن يا ابني، انا مش ممكن اساعدك باللي انت طالبه. يبقى انت شكلك ما فهمتنيش. انا ما طلبتش منك انك تساعدني، انت هتساعدني، فخليها بمزاجك احسن. جهاز تفجير عن بعد يا سليم ليه؟ وهتعمل بيه ايه؟ انا اللي هقول لك ولا هساعدك. سليم مالك؟ انت كنت اشطر طالب عندي، انت كنت بتقف على السبوره هنا وتشرح لزمايلك و... وايه؟ ما تكمل. وقفت هنا ودرست للطلبه وبعدين شكلك نسيت. افكرك انا طردتوني، طردت اشطر طالب عندك، وانت كنت واحد من اعضاء مجلس الاداره اللي وافقوا على طردي. انت عارف كويس ان ده كان غصب عننا والقرار تم اتخاذه واحنا ما قدرناش. انتوا حطيتوا راسكم في الرمل زي النعام. اتطرد وايه المشكله؟ انا رجعت وحاولت ارجع الكليه تاني وانتوا رفضتوني تاني، بس مش مهم. المهم انت تمام وشغلك تمام وحالك تمام، مفيش حد بيقرب لكم، لكن انا يتداس عليا بالجزم مش مهم. وعلي يا دكتور، فاكر علي؟ ما هو كان شاطر هو كمان، ما عملش حاجه غلط. علي ده مات، معرفش اذا كنت انت عارف، اللي هو بالنسبه لك واحد من مليون طالب بيعدوا عليه كل يوم. يموت يتحرق بجاز ولا يفرق معاك ولا يهمك. سليم ما تلومنيش على حاجة أنا ماليش ذنب فيها. حصل غلط بس كان ممكن يتصلح، وأنا جاي لك عشان أصلحه. أنا جاي النهاردة عشان أديك فرصة تصلح غلطك. بوعدك لو ساعدتني ولا هتشوف وشي تاني ولا عمري هطلب منك حاجة تاني. هنفضل قاعدين كده كتير؟ والله انت اللي مقعدنا وفي ايدك تمشينا. ابني زمانه على وصول، هو متعود
إني أعد علي بعد الشغل عشان نروح سوا. ممكن بعد إذنك أكلمه عشان أقول له ما يجيش؟ لا خليه يجي. لا ليه؟ أنت ناوي تعمل فيه إيه؟ سليم سليم يا ابني، أنت مش قاتل، ما تخليش اللي حصل زمان يأثر فيك أكتر من كده. بعد إيه؟ تقدر توقف وتقدر ترجع سليم بتاع زمان، لأنك دلوقتي عارف من جواك إن أنا صح. تقدر وعارف بجد، بدليل إن سليم اللي أنا أعرفه ما كانش ممكن يسألني في حاجة بالشكل ده، عشان أعرف الحل. أنت عارف الحل يا سليم، بس مش عايز تعمله. هو ده الحل مش كده؟ انت لسه ناوي على اللي في دماغك؟ انا خلاص حليت مشكلتي وانت مبقاش ليك لازمه دلوقتي. ده قصدك ايه؟ انت ناوي على ايه؟ لو انا خرجت دلوقتي وسبتك مش هتبلغ البوليس؟ انت عارف كويس ان انا مش هقدر اسكت. يبقى أنا كمان مش هقدر أسيبك. إيه؟ جن هنا ليه؟ رد عليا، جن هنا ليه؟ لا، رجعني السجن، رجعني السجن، أنا عايز أرجع السجن. سيبني هنا ليه؟ رد عليا، سيبني، انت جايبني هنا ليه؟ انا سيبني بقول لك. مش انتوا اصحاب رساله يا عبد الله؟ هنشوف دلوقتي. عندك استعداد تموت عشانها ولا لا؟ على فكرة أنا مش خايف من الموت. سمعني يا سيادة المقدم، مش خايف من الموت. عارف ليه؟ لأني لو مت هبقى شهيد، ومين فينا ما يتمناش ينول الشهادة. برافو عليك، برافو. سيبني بقى أخلص السيجارة بتاعتي علشان أفكر كويس قوي أنا هعمل فيك إيه. ده مش جنوني على فكرة، أنا اتحكم عليا بالسجن مش بالإعدام. يا سيدي ما تدقش، القانون مليان أخطاء، وديني أهو بحاول أصلحها. مش من حقك، أنت كده بتقتلني ظلم. ظلم؟ تتكلم عن الظلم يا عبد الله؟ أيوة ظلم، دي حتى السجن اللي أنا اتسجنته ظلم. والناس اللي قتلتهم في الأقصر سواح،
مصريين وعساكر كانوا بيحموه. ده ما كانش ظلم يا عبد الله. دول كانوا مسيحيين. كانوا مصريين يا عبد الله. ايه بتعمل ايه؟ مصريين يا عبد الله. لحتى المسلمين ما رحمتهمش. فاكر العساكر اللي قتلتهم في رفح وهم بيفطروا في رمضان اللي فات؟ فاكر؟ كل ده ما كانش ظلم يا عبد الله. قلت لي كلمة واحدة. كلمة واحدة يا عبد الله. في أي دين تحلل اللي انتوا بتعملوه ده؟ كلمة واحدة. أنا سيبك تمشي دلوقتي. قدامك خمس دقايق. خمس دقايق. تحاول تفتكر كويس أوي وفكر. ما تخافش. لو أنت مصدق فعلاً إن اللي أنتوا بتعملوه ده جهاد في سبيل الله، يبقى هتموت وهتخش الجنة. ومبروك عليك الشهادة. أنت! أنت! سلم احنا اللي بلغنا عنده سجل عليه وخلينا تعتقلوه عشان نقدر نجيبه عندنا. انتوا اللي عملتوا كده؟ ايوه يا ولادي احنا اللي عملنا كده. سلم كان لازم يكرهك عشان يوافق يساعدنا. وجابر، جابر ناوي على ايه؟ جابر ناوي على ايه؟ أقول يجهز العملية هيخلص فيها بيكو كلكو. عملية؟ عملية ايه؟ عملية ايه؟ الله ما اعرفش ما اعرفش. انت ما اعرفش. جابر ناوي يعمل ايه بالظبط؟ قسما بالله ما اعرف. قسما بالله من اللي حد قلته. عملية هيخلص فيها من الكل. عملية عملية ايه؟ قلتلك ابويا يعيش يا حمزه. حصل ولا لا؟ سليم، سليم ابوك مات علشان كان تعبان، واحنا عملنا كل اللي نقدر عليه. لو كنتوا عملتوا كل اللي تقدروا عليه ما كانش مات. وانا وانت عارفين كويس قوي لما تعوزوا تلحقوا حد كان ممكن تعملوا ايه. سليم قلتلك سلم نفسك وهخليك تشوفه، وانت اللي مرضتش. لكن انتوا سبتوه يموت ودلوقتي بدور عليكم. صاحبك هشام قدامك 10 دقايق.
من العمليات الإرهابية التي تشهدها البلاد بعد أن شهد سكان القاهرة عدة انفجارات للسيارات. إزاي سبته ده يحصل؟ عدد من المناطق الحيوية. إزاي؟ الأمر الذي أدى إلى سقوط العشرات ما بين ضحايا ومصابين. سيادتك يا فندم، محدش فينا كان متخيل إن الأمور هتوصل للدرجات. وهوصل من ساعة القضية الزفت دي ما اتفتحت، وكل يوم عندنا مصيبة. سرعة نقل المصابين وتكثيف الحملات الأمنية لسرعة القبض على الجناة والذين يتردد. رئيس الدعم مكتب رئيس الوزارة، مش عارف أروح أقول له إيه. قول له يا فندم إن إحنا في حالة حرب. حرب مع الإرهاب. سيادتك كل يوم بيقع مننا ناس عشان بيأدوا واجبهم. سيادتك إحنا ما قصرناش في حاجة. والكل لازم يعرف ويفهم عشان يقدروا اللي إحنا فيه. هشام! هشام! إسعاف! أنا المقدم حمزة من الأمن الوطني. عايز إسعاف ضروري حالا دلوقتي. في ظابط بيموت. هشام! المعادي شارع 7. أرجوك بسرعة! حمزة ده بينزل في حمزة. لازم يتنقل المستشفى بسرعة. الإسعاف جه حالا. الو سليم صح؟ والدور على مين بقى ان شاء الله؟ وحيد خليك هنا، انا هحاول الحق. يلا بسرعه حمزه. هشام 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 كفايه يا سليم كفايه. مش مكفي كل اللي ماتوا؟ لا مش كفايه. قلت لك زي ما ابويا مات كلكم هتموتوا. انتوا اللي قتلتوه يا حمزه، انتوا. وانا اللي هقتلك يا سليم، سامعني؟ قسما بالله العظيم لاجيبك واقتلك يا سليم. الدور على بنت اللواء صبري نهى. قدامك ربع ساعه. ايوه نهى، أنا وصلت تحت البيت. أنت فين؟ بيت إيه؟ بيتكو القديم. نعم؟ هو أنت مش بعتلي مسج بتقولي لي تعالالي عند بيتي القديم؟ أمال مين اللي بعت المسج دي؟ طب أنت فين دلوقتي؟ خليك بس اللواء في حاجة؟ بعد إذنك يا فندم، ممكن تيجي معانا أوضة الاجتماعات؟ أوضة الاجتماعات؟ ليه؟ المقدم حمزة عايزنا كلنا في أوضة الاجتماعات. مقدم حمزة؟ أنا مش قلت له سيب القضية دي، ملوش دعوة بيها؟ سيادتك يا فندم، المقدم حمزة كمل لوحده وقدر يعرف جابر وسليم بيجهزوا لإيه. اتفضلوا. خير يا فندم. كل حاجة عملها سليم من أول يوم كانت محسوبة. كل خطوة كان بياخدها كانت بتوديه في الاتجاه اللي هو عاوزه، وفي نفس الوقت
تودينا في الاتجاه الغلط. مع ان دي طريقه تفكير سليم يا فندم وانا عارفها كويس قوي، لكن للاسف كان بينجح كل مره يمشينا في الاتجاه اللي هو عايزه. عايز ارجع حضرتك بس لليوم اللي طلب يقابلني فيه قبل تنفيذ حكم الاعدام. اللي هو مختار السويفي اترقى دلوقتي بقى مساعد وزير الداخليه، هو ده اللي هيتقتل. الساعة 9 بالظبط، يعني قدامك 12 ساعة من دلوقتي. مع ان سليم كان عارف ان الحكم مش هيتنفذ وانه هيخرج وهيقتل اللي هو مختار، ومع ذلك طلب ان هو يقابلني ويقول لي قبلها ليه. ساعتها كلنا يا فندم فسرنا ان هو بيتحداني، بيقول لي قبلها علشان يهزمني ويوريني ان انا مش هقدر امنعه. والآن مع كلمة السيد اللواء مختار السويفي مساعد وزير الداخلية. بسم الله الرحمن الرحيم. أطلب منكم كلكم تقفوا دي أحداد على أرواح شهدائنا اللي قدموها فداء لمصر. بالظبط اللي كان عايزه سليم. خلينا كلنا نفتكر ان هو خارج علشان ينتقم من كل اللي ساعده في القبض عليه. علشان يخلينا نمشي اكتر في السكه دي كان لازم يكمل ويقتل حد تاني. وقتل إيهاب. في الوقت ده سليم كان بيضرب عصفورين بحجر واحد. مع كل حد بيقتله كان بيأكد لي ان انا مش هقدر امنعه. يقول لحضراتكم ويخليكم تفتكروا ان انا مجنون. ماشي اقول سليم يا ماتش. سليم عايش. وكل الناس كانت متأكدة انه خلاص اتعدم ومات. وده يا فندم كان بيعمله برضه علشان يشتتنا. عشان يوصل في الآخر للهدف اللي كان عايزه من الأول. صلاح. صلاح. عشان صلاح هو كان الشخص الوحيد اللي واقف بين سليم وبين اللي عايزه من الاول. المتحف الجديد. المتحف؟ اشمعنى يعني المتحف؟ هشرح لسعادتك يا فندم. صلاح كان بيشتغل في شركه تامين وحراسه. الشركه دي كانت بتامن الفندق اللي كان شغال فيه، وفي نفس الوقت تعاقدت مع الحكومه على تامين المتحف يوم الافتتاح. بس صلاح اصر ساعتها ان الشركه تستورد اجهزه جديده حديثه جدا. أجهزة مراقبة، أجهزة كشف، يستحيل مع وجودها إن سليم يقدر يدخل أي نوع من أنواع المتفجرات. علشان كده سليم فكر يا فندم إن هو يعمل مشكلة للشركة دي علشان الحكومة تفسخ التعاقد مع الشركة. ونفذ يا فندم التفجير بتاع مؤتمر الإرهاب والإعلام في الفندق اللي مسؤول عنه الشركة. في دعم الصحفيين والإعلام وإمدادهم بكل ما يحتاجون إليه ليؤدوا واجبهم ودورهم، كما نتوجه بالشكر لكل قلم كتب ولكل عدسة التقطت الحقيقة وكل كلمة نشرت ساهمت ولا زالت تساهم. والانفجار حصل والحكومة فسخت التعاقد مع الشركة اللي بيشتغل فيها صلاح. بس علشان كان يقدر ينفذ التفجير ده كان لازم يتخلص من صلاح الأول. وبكده الطريق بقى فاضي قدام سليم. ما عادش فاضل غير إنه يكمل شغل على الخطة اللي كان رسمها من الأول، تفجير المتحف يوم الافتتاح. واليوم ده فندم هو اليوم اللي هيحضر فيه سيادة الرئيس مع الوزراء والسفراء وضيوف من كل أنحاء العالم. وده يا فندم اللي كان بيقصده عبد الله لما قال إن العملية اللي جاية ملهاش هدف واحد. العملية اللي جاية هتقضي على الكل. تخيل سيادتك بقى لو كانت العملية دي تمت والانفجار حصل والناس دي كلها كانت ماتت في وقت واحد، كان إيه اللي هيحصل؟ كانت البلد هتفضلهم. لكن سليم ازاي قدر يوصل للمتحف؟ ده كان دور جابر يا فندم ورجالته. واحد من رجاله جابر
هو راجل الأعمال معتزل شاب. المشروع اللي هكلمكم فيه النهاردة هو أهم مشروع هتدخله شركتنا من أول ما ابتدت. تقدروا تقولوا كده إن ده كان حلم شخصي بالنسبة لي، وأتمنى إنكم تساعدوني علشان أقدر أحققه. في الفترة اللي جاية إحنا هنشتغل على المتحف المصري الجديد. معتزل شاب، وللأسف يعني اكتشفنا الحكاية دي متأخر، واحد من أهم المتعاملين مع المنظمات الإرهابية، واحد أهم مصادر التمويل، وكان دوره في العملية دي بسيط جداً، إنه يخش المناقصة بتاعت التشطيبات النهائية للمتحف، وهو ده اللي عمله فعلاً. بس المناقصة رسيت على المنافس بتاعه صبح الجنيمي، وهنا سليم كان لازم يتدخل علشان المشروع يرجع له. ما نعرفش بقى يا فنان إذا كان هدده، ابتزه، خوفه. المهم إن سليم قدر يخلي صبح يسيب المشروع ورجعه المعتز، ورجع معتز يشتغل عليه زي ما سليم كان مخطط من الأول. وبكده سليم يقدر يخش المتحف ويزرع أي متفجرات هو عايزها. ويوم الافتتاح يا فندم. مفهوم مفهوم مفهوم. يخلص مننا كلنا بضربة واحدة. زي ما قلت لساعتك يا فندم، كل حاجة كانت محسوبة ومتخطط لها من الأول زي ما سليم كان عاوز. الغلطة الوحيدة بس يا فندم اللي عملها سليم إنه قتل خالد. خالد ده كان شغال على المشروع مع مرات سليم اللي هي غادة، اللي كانت بتساعده من الأول من غير ما تعرف. لما خالد مات أنا رحت الشقة عنده، وهناك يا فندم لقيت الخيط اللي عرفت منه كل حاجة حكيتها لحضرتك دلوقتي. بعد ما عرفنا كل حاجة ما بقاش فاضل غير إن احنا نمنع الضربة اللي جاية ونوض على سليم. الافتتاح يتأجل يا سيادة اللواء. واتصلوا بإدارة المفرقعات تبعت فرقة تفتش المتحف كله ويطلعوا منه أي متفجرات، مفهوم؟ مفهوم عليك. بعد إذن سعادتك يا فندم، أنا عندي فكرة مش بس تخلينا ممكن نقوض على سليم، لا، سليم وجابر وجميع أمراء التنظيمات المتعاونة معاهم وفي نفس الوقت. فكرة إيه؟ فين؟ انت بزور قبر ابني طول الليل؟ في مشكلة؟ المشكلة انك ما ينفعش تسيب الرجالة وتمشي من غير ما تقول كنت فين وبتعمل ايه. المشكلة ان وراك شغل كتير النهاردة وما نمتش طول الليل امبارح، ومش عارف والله هتركز ازاي. انا فايق ومركز، لما الرجالة تبقى جاهزة انا كمان جاهز. سليم في ايه؟ في اللي حصل؟ مفيش. لا فيه، ولازم اعرف دلوقتي علشان ابقى عامل حسابي. انا قلت لك مفيش. امبارح خلانا نخلص شغل بدري عشان كان عايز يمشي، كأن كان عنده ميعاد او في حد مستنيه. الكلام ده ما يتكررش تاني. النهارده ما تتحركوش الا ما تخلصوا شغلكم، ما تمشيش الا وهو معاكم. ولو ما رضيش معلش انا لازم اسال برضه، ما انت عارفه عامل ازاي. بمزاجه غصب عنه ما ترجعوش غير بيه. انا مش ناقص مشاكل افضل احلها. سليمة صالح بقى مشكله دلوقتي ولازم تتحل. خلص شغله النهارده بس. ليه يحسب تاني معاه؟ عمرك يا شيخنا. استنى. عايز ايه؟ جربه الاول. جرب انت اتجننت؟ ده اللي الشيخ جابر قاله. جرب الأول أهو نتأكد يا باشمهندس إن كل حاجة هتمشي على خير. طب
طمنت؟ طمنت خلاص. وقف الجهاز. ليه؟ ما تيجي نستنى لغايه لما تنفجر عشان نتاكد ان هي شغاله. وقف الجهاز يا باشمهندس. وقف الجهاز بسرعه. تعمل ايه؟ ده بيشغله بس. رايح لفين؟ لم انت كل حاجه وقفل وانا اروح اغير واستناك بره. سنين طويلة وأنا بحاول أنصر دين الإسلام وأقف في وجه الظلم وأقول قصاده كلمة حق أستجير بيها يوم القيامة، لكن كل ده ما كانش كفاية. طول السنين دي وأنا شايف بلدنا بتغرق بحر من الظلم والجهل والكفر، على إيد حكام سفلة أنجاز وكفرة باعوا الآخرة واشتروا بيها الدنيا وداسوا على أي حد حاول يقف في طريقهم أو يحاول يمنع شوية من الظلم. لكن إحنا لا، إحنا
احنا اخترنا نحارب ونضحي في سبيل نصرة كلمة الحق سبحانه وتعالى، لكن كل شيء له آخر، وكل ليل ووراه نهار. أنا جاي النهاردة علشان أبشركم إخوتي في الله، معركتنا الأخيرة قربت، وبقول الأخيرة لأن معركتنا دي هتبقى قصاد رأس النظام الفاسد. العملية اللي جاية أكلمكم عنها مش زي أي عملية إحنا عملناها قبل كده، لا، دي عملية خدت مننا شهور في الشغل والتخطيط والكتمان، ودلوقتي حالا في الوقت اللي احنا قاعدين فيه مع بعض بتتنفس خطواتها الأخيرة. وفين؟ في مكان لا يمكن يخطر على بال أي حد من النظام الكافر، في المتحف المصري الجديد. بسرعة وبالراحة على الحاجة، يلا خلينا ننجز. خلص يا محمد، رجع دورك. خلصنا وجمعنا كل حاجاتنا. طب الحمد لله، ادعي بقى ربنا يكرمنا كده وكل حاجة تمشي على خير. أمين يا رب. الله، صحيح هو الباشمهندس سليم فين؟ مش قال داخل يغير هدومه؟ صحيح، هو بيعمل ايه من ساعتها؟ باشمهندس سليم، يلا يا باشمهندس عشان باشمهندس سليم، هو راح فين؟ يلا محمد. على البيت يا محمد. اطلع لوزارة الداخلية لو سمحت. كنا عايزينك في كلمتين. انت مين؟ انا المقدم حمزة صلاح من الامن الوطني، ومعي امر بالقبض عليك. بسرعة وبالراحة على الحاجة، يلا خلينا ننجز. خلص يا محمد، رجع دورك. خلصنا وجمعنا كل حاجاتنا. طب الحمد لله، ادعي بقى ربنا يكرمنا كده وكل حاجة تمشي على خير. أمين يا رب. الله، صحيح هو الباشمهندس سليم فين؟ مفيش، قال داخل يغير هدومه. الله، صحيح هو بيعمل ايه من ساعتها؟ باشمهندس سليم، يلا يا باشمهندس عشان باشمهندس سليم، هو راح فين؟ باشمهندس، شفت سليم؟ لا، احنا كنا بنلم حاجاتنا زي ما قلت لنا عشان نمشي. سليم اهم من اي حاجه، الشيخ جابر امرنا ما نسيبوش لحظه. انت عارف لو عارف هيعمل فينا ايه؟ جهاز تفجيره مش موجود. ايه؟ قسما برب العزه لا يكون حسابه معايا انا. انتوا مستنيين ايه؟ يلا بسرعه، كله على العربيات، كله اركب العربيات بسرعه. لا هتكلم ولا هرد على اي سؤال لحد ما يجي المحامي بتاعي هنا. اللي بيحصل ده انا مش هسكت عليه، ولما اخرج من هنا هبلغ الصحافه والقنوات. مين قال بس انك هتخرج؟ سمعت حد فينا بيتكلم عن خروج؟ يعني ايه هتفضلوا قابضين عليا هنا؟ انتوا مش عارفين انا مين. بالعكس، احنا عارفين حضرتك كويس قوي. معتز شهاب عبد الرحمن فوزي، صاحب شركه ميجا اندستريز، اللي بدات نشاطها سنه 97 بتمويل مشترك ما بينك وما بين شركة الدخيلي للاستيراد والتصدير، اللي أغلب فلوسها جاية من جمعيات وهمية وفلوس التبرعات لصاحبها محمد وجدي دخيل. والشراكة دي كانت سرية طبعاً، وتمت أثناء زيارتك للندن اللي قعدت فيها 3 شهور. تحب أن أقول لك قابلت مين في الرحلة دي واتكلمتوا فيه؟ الشراكة دي كانت قانونية،
ومفيش حاجه الشركه عملتها كان فيها غلطه. تحرياتنا بقى بتقول ان حضرتك بتسدد الضرائب بتاعتك بانتظام، واقرار الذمه الماليه بتاع حضرتك ما فيهوش ولا غلطه، بس احنا بقى نحب نتكلم عن الارباح اللي بتدخل الشركه، بتتوزع ازاي وبتروح لمين. انا عايز المحامي بتاعي. الاستجواب ده غير قانوني. اوي اوي. اتفضل حضرتك. معلش هتستخدم موبايلي، بس خدنا منك موبايلك يعني لدواعي امنيه. اتفضل حضرتك، اتفضل كلمه. يا ريت، احنا عايزين نتكلم معاه في حاجات كتير قوي، زي مثلا المتحف الجديد اللي انت دخلته باوامر من جابر المحلاوي، وعايزين نعدي على المخازن بتاعت حضرتك علشان نشوف المتفجرات اللي كانت هناك ازاي اتنقلت للمتحف ومين اللي زرعها. ايه؟ مش حافظ رقم المحامي؟ بتهيألي متسجل عندي، هو اسمه احمد حسب النبي عبد العزيز. مظبوط، ابن حسب النبي عبد العزيز القيادي السابق في تنظيم فجر الحق، واللي هرب على افغانستان بعد العمليه الاخيره اللي عملها في العريش سنه 2001. مش كده برضه ولا ايه؟ احنا مش محتاجين نكلمه، احنا بعدنا نجيبه. تحب ايه؟ تحب تتكلم دلوقتي ولا نسمع منه الاول وترد على اللي هو هيقوله؟ انا ما اعرفش. احنا جبناك هنا واحنا عارفين عنك كل حاجه، مفيش داعي بقى تضيع وقت في كلام مش هيكون في مصلحتك. من الاخر كده، زي ما كان بهاء الله يرحمه بيقول، هتتكلم. قول لي يا حمزه، ناوي تعمل ايه مع معتز؟ هنشغله لحسابنا زي ما اتفقنا يا فندم. تضمن انه ما يبلغش حاجه لجابر او يحاول يحذره؟ ما اظنش يا فندم، مش بعد اللي احنا عملناه معاه والورق اللي احنا ماسكينه عليه. معتز برضه في الاول وفي الاخر رجل اعمال، بيحسبها هيكسب ايه وهيخسر ايه. كده هيخسر، بس خساره عن خساره تفرق. ما تقلقوش، بس سيبولي معتز انا هعرف اتصرف معاه. اسمعني بقى يا حمزه، اللي انت ماشي فيه ماشي بالشعره، واي غلطه فيه هيبوظ. ما تقلقش يا فندم، هيخلص. لحظه تفجير المتحف هي دي اللحظه اللي هنتحرك فيها كلنا. كل واحد فينا دوره معروف ومحسوب من فتره. انا هنا علشان اقول لكم كل واحد فينا هيعمل ايه وامتى بالظبط، ودي الاوامر اللي جايه لي من فوق. انا هنا علشان ابلغكم بيها مش اكتر. شيخ معتصم، انت دورك هيكون الاقسام والمديريات. اول ما تعرف ان التفجير تم هتتحرك انت ورجالتك. لازم الناس تعرف ان الداخليه وقعت خلاص، وما تدهمش فرصه يلحقوا يتصرفوا. لازم الشوارع كلها تفهم ان الداخليه خلاص ما بقتش موجوده. يجي دورك يا شيخ وجدي، دورك هو اقتحام راس الفتن، مسبيرو مدينه الانتاج. واول ما تحس ان القنوات بقت تحت ايديك لازم تصدر بيان تعلن فيه سيطرتنا عن البلد. وانت يا شيخ القمر، انت دورك من اهم الادوار وهيبتدي من دلوقتي. شبابنا وطلبه الجامعات تكلمهم، اول ما نتحرك يملوا الشوارع والميادين ويقتحموا الجامعات. عايز كل الشوارع تتملي، عايز الدنيا كلها تقف. ما انت يا شيخ مصطفى فكان المفروض يكون دورك السجون علشان تخرج اخواتنا من هناك، لكن للاسف معرفناش نجيب خط التامين السجون. بس ملحوقه، لو تم كل اللي اتفقنا عليه هنبقى نطلعهم على راحتنا ان شاء الله. بس دورك دلوقتي بقى هيبقى معايا، هتبقى في ظهري ان شاء الله، انا وانت كل اللي معانا هنتجه لاخر مكان لازم نسيطر عليه، القصر الجمهوري. بعد اذنك اخويا. اتفضل. ايوه يا صالح، خير؟ سليم خرج ومش لاقينه. ايه؟
وايه اللي خلاك تسيبه يخرج؟ انا مش قلت لك عينك ما تخفاش من عليه؟ هو خرج فجأة وما اعرفش ازاي خرج من غير ما تشوفه. غبي غبي، وانا غلطان ان انا اعتمدت عليك. انا اسف يا شيخ جابر بس استنى. طب اسكت 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 وانا هتصرف. السلام عليكم عبد الرحمن. ها عملت اللي قلت لك عليه؟ بارك الله فيك. ومشيت ورا لحد فين؟ وايه اللي ودى سليم هناك؟ طب بقول لك ايه؟ كلم صالح وبيت اخواتك قابلهم وروح هاتوه. هاتوه قبل ما سليم يعمل اي حاجه يبغز لنا كل اللي احنا عملناه، فاهمني؟ وطمني يا عبد الرحمن. السلام عليكم. الو. ايوه يا عبد الرحمن، عرفت سليم فين؟ ازاي؟ طيب طيب مش مهم مش مهم، قول لي بس مكانه فين. لا معرفوش، قول لي على المكان بالظبط وانا هروح له على هناك. لا اوعى حد يعمل له حاجه ولا تيجي جنبه، احنا هنتصرف يا اخي. زود السرعه. حضرتك هتقعد معانا قد ايه مستر اشرف؟ الليله دي بس، وبكره عندي الطياره ان شاء الله. اوكي، التشيك اوت الساعه 10 والفطار في التراس. اتفضل. تليفوني فين؟ طيب شكرا. نورت يا فندم. سليم! بالله على السلامة يا شيخ. الحمد لله على سلامتك يا شيخنا. سليم فين؟ سيبناه جوه، صاحي من شوية، لكن أنا اتأكدت إنه مش هيقدر يخرج ولا يعمل حاجة. عملت كل اللي وراكوا في المتحف؟ عملنا كل اللي قالنا عليه سليم، يعني احنا كده خلصنا شغلنا واحنا كده جاهزين، مش محتاجينه تاني خلاص. ها تمرنا بايه بقى دلوقتي يا شيخنا؟ سيبوه كده، محدش يكلمه ولا يعمل له حاجه لحد ما ارجع له. امرك يا شيخنا. ايوه عزه، يعني هم عندك دلوقتي؟ طيب اسحب جوازاتهم وبلغهم انهم ممنوعين من السفر. ايوه مشيهم بس يا عزه. شاكر يا عزه، هطلبك تاني. زي ما حمزه توقع، معتز حاول يهرب عيلته بره مصر. يبقى اكيد بلغوه اننا منعناهم من السفر. بالظبط كده. وساعتها معتز مش هيبقى قدامه حل تاني غير انه ينفذ اللي طلبنا منه. حلو قوي. كده احنا ماشيين زي ما احنا عايزين بالظبط.
بتعمل ايه؟ تعبش نفسك يا باشمهندس. فكنا يا صالح، فكنا احسن لك لحظه، قسما بالله. هتعمل ايه يعني؟ اقول لك انا هتعمل ايه؟ ولا حاجه. عارف ليه؟ علشان انت مش هتخرج من هنا تاني ابدا. مقدم حمزه، انا معتاد، بحاول اتصل بسليم لكن ما بيردش عليا، انا مش عارف ليه. خليك وراه وما تسيبوش لغايه لما يرد عليك، وتعمل اللي قلته لك بالحرف. كلمه زياده، كلمه غلط، انت عارف كويس قوي هيحصل فيك ايه. معتز، ما تشغلش بالك بحكايه السفر دي، ها، ما تضيعش وقتك. المره دي سيبنا مراتك وعيالك يروحوا، المره الجايه هيشرفوا عندنا، وانت فاهم ده معناه ايه. توصل لسليم وترد عليا. شيخ جابر، معتز شهاب قاعد بيتصل على موبايل سليم وبعت له الرساله دي. وده عايز ايه دلوقتي؟ معرفش والله يا شيخ جابر. تحب نكلمه ونفهم منه ايه اللي بيحصل؟ لا سيبه دلوقتي، انا بكلمه بعدين وافهم ايه الموضوع. المهم دلوقتي نخلص من موضوع سليم. وقررت يا شيخنا؟ زي ما انت قلت يا صالح. خلاص، ما بقيناش محتاجين له. رحت الفندق ليه يا سليم؟ مراتك كانت هناك مش كده؟ بعد كل اللي حصل وكل اللي قلناه في الاخر برضو اخترتها، بعد كل اللي عملناه معاك استحملناه، برضه في الآخر عايز تسيبنا وتروح لها. يا خسارة يا سليم، للدرجة دي بتحبها؟ دي ما بتمشيش معايا. فعلا انت عمرك ما كنت معانا ولا عملت برسالتنا. فوق بقى، فوق كفايه تمثيل. انا وانت هنا لوحدنا، ما فيش حد موجود، مش لازم تطلع لي عده النصب. دي عقيده يا سليم، عقيده هفضل طول عمري احارب علشانها. عشان غبي. من ساعه ما جيت هنا وانا بفكر واحد زيك عايش العيشه دي ليه؟ مالقتش إجابة غير إن أنت فاشل وجاهل، ورحت لميت شوية العيال الغلابة دول حواليك بالكلمتين اللي أنت حفظتهم وضحكت عليهم بيهم، وضحكت عليهم باللقمة اللي بتديها لهم، فحسسوك إنك ملك وأنت ولا حاجة. أنت لو جابولك السلطة لغاية عندك مش هتعرف تعمل بيها حاجة، لأنك فاشل وجاهل وغبي، واخرك تضرب بالرصاص. بس انا كمان غبي، غبي عشان جه وقت مشيت ورا واحد زيك. انت فعلا غبي يا سليم. عارف ليه؟ علشان الجاهل اللي واقف قصادك ده عارف يجيبك يا باشمهندس يا متعلم يا بتاع المدارس، ويخليك تعمل اللي هو عاوزه برضاك.
بقت ملكي يا سلمى، ملكي. كل اللي انا عايزه منك بتعمله. انت راضي؟ شوف يا سليم، زي ما رحمتك من حكم الاعدام زمان، جه اليوم اللي نفذه فيك دلوقتي. صح. ايه دي كمان مش قادر عليها؟ لسه يا سليم، معاد موتك ما جهش، هسيبك كده لحد ما نخلص اللي ورانا وتشوف بعينك هنعمل ايه لما نوصل، لما تعرف غلطتك ساعة ما خرجت عن طعنة، ساعتها بس هيتطبق عليك شرع ربنا. صالح! أمرك يا شيخ. رد على رسالة معتز وقول له يجهز، أنا اللي هروح أقابله. طيب والباشمهندس؟ اعمل اللي بقول لك عليه من غير كتر كلام. حاضر يا شيخ. ما قلت لك مش هنموت يا صالح. سليم هيموت يعني هيموت. دلوقتي بعدين هيموت وهتشوف. رد عليك؟ امتى وفين؟ فين؟ انت متأكد؟ طيب ماشي، اتحرك روح له. طبعا تروح تقابله، مستني ايه؟ وزي ما فهمتك. ايوه يا فندم، معتز اتحرك دلوقتي عشان يقابل سليم. ادخل. ايوه تمام يا حمزة، تمام باشا. طب بقول لك ايه يا حمزة، اتصرف انت واحنا هنتحرك. مع السلامة. في يا صبري باشا؟ خير. معتز رايح يقابل سليم. فين؟ في محطة المترو، واحنا لازم نعمل حسابنا كويس جدا، لان لو اي حركة غلط سليم حس بيها وهو في وسط الناس هتبقى مصيبة كبيرة. زيك عايش العيشة دي ليه؟ ملقتش إجابة غير إن أنت فاشل وجاهل، رحت لميت شوية العيال الغلابة دول حواليك بالكلمتين اللي أنت حفظتهم، ضحكت عليهم باللقمة اللي بتديها لهم، فحسسوك إنك ملك وأنت ولا حاجة. يا إخوة، صالح وجاسر ومحمد وعبد الرحمن هيجوا معايا، وانتوا هتأمنوا المكان. لو حصل حاجة عارفين هتبلغونا ازاي، وانتوا هتقفوا هنا. سليم ما يخرجش من أوضته ولا حد يدخله، ولو حاول يعمل حاجة
فلا لوم عليكم ولا تثريب. فاهمين كلامي ها؟ أمرك يا شيخ، أمرك يا شيخ. توكلنا على الله. كابر خير يا منفذ. ايوه يا فندم، جابر اللي جه من السليم. جابر، جابر المحلاوي؟ متاكد يا ابني؟ ايوه يا فندم جابر. مش هنعرف تعمل له حاجه وهو في وسط الناس، جايز يكون مأمن نفسه. هنعرض المحطه والناس لخطر. عندك حق، محدش يقرب له وخليه تحت المراقبه من غير ما يحس بيكم. دي فرصتنا، لازم نعرف هيخرج من هناك يروح على فين. رجاله اسمعوني كويس، ما تتكلم. سمعت ان عندك حاجه ضروري وعايز تقولها. خير؟ اصلا انا كنت فاكر سليم هو اللي جاي. سليم مش فاضي. اللي انت عايزه قوله لي. انا ايه، في مشكله في موضوع المتحف؟ لا ابدا، مفيش، كل حاجه ماشيه زي ما امرت يا شيخ جابر. حتى انا مفيش مشكله، يبقى اكيد عايز حاجه، مش كده ولا ايه؟ انا بس كنت عايز اسال، يعني بعد العمليه ما تتم وكل حاجه ما تخلص، انا هروح فين؟ هتروح فين يعني ايه؟ بتتكلم يا معتز؟ خلصني. يعني يوم ما توصلوا الحكم انا نصيبي ايه؟ شوف يا صبري باشا، احنا هنحط ناس هنا وناس هنا وناس هنا، ولو جابر حب يخرج من اي بوابه من دول لازم يترصد لحد ما يرجع لعربيته ويرجع بيها على المكان اللي هو جاي منه. لا، المهم عندي يا فندم انه ما يركبش المترو. لو ركب المترو ممكن ينزل في اي محطه، وساعتها ممكن يتوه مننا وسط الناس. بفرض بقى انه ركب المترو، لازم الرجاله بتوعنا يكونوا متابعينه بس من غير ما يحس بيهم، لانه لو حس بيهم هيهرب او يروح مكان تاني. حمزه فين دلوقتي؟ كلمه وقول له فندم ستر ازاي اسكت كتابه حالا دلوقتي. طيب روح انت دلوقتي. جبل المحلاوي هو من امتى بيروح لحد؟ معتز مش اي حد يا فندم، ده واحد من اهم رجالته وشركته من اهم مصادر تمويل التنظيم، وجايز يكون هو ده اللي جابه. وسليم ما جاش ليه؟ لسه مش عارفين يا فندم، لكن احتمال يكون قريب منه، لان جابر مش هيختار مكان يقابل فيه حد الا لما يكون مأمنه كويس. يبقى مش لازم نخاطر. انتوا تراقبوا جابر كويس قوي في المحطة، أول ما تشوفوه تقبضوا عليه هو واللي معاه. ممكن تستعينوا بفرقة خاصة معاكم، إذا حاول يهرب أو يقاوم هتساعدكم. أنا المهم عندي إن جابر يكون قدامي الليلة دي، سواء عايش أو ميت، مفهوم؟ سامحنا يا شيخ جابر، بس انا برضه كان لازم اسال. انت اكتر واحد عارف انا تعبت قد ايه وعملت ايه عشانكم لحد النهارده، والعمليه اللي جايه دي انا اكتر واحد ممكن يتاذي فيها لو لا قدر الله. مفيش لو يا معتز، لو بتفتح عمل الشيطان. واحنا ما وصلناش لكل اللي وصلنا له ده علشان تيجي في الاخر وتقول لي لو. مش قصدي يا شيخ جابر، وباذن الله كل حاجه تمشي على خير وربنا يكرمنا، لكن بعد كده يعني انا واضح هيبقى ايه.
خايف ما نحتاجلكش تاني؟ بصراحة خايف. أنا بدخل لكم فلوس كتير ودخلتكم المتحف، بعد ما ربنا يكرمنا وتوصلوا أنا خلاص مش هيبقى لي لازمة. مين اللي قالك كده؟ هو ده ظنك بينا يا معتز؟ شفت مننا الغدر قبل كده وخايف نغدر بيك تاني؟ لا العفو يا شكابر، مش قصدي كده خالص. لا حول ولا قوة إلا بالله، الحرب لسه ما خلصتش وجايب الدورة على الغنايم. حتى أنت يا معتز، حتى أنت بتجري على دنيتك وناسي ربنا سايب لك إيه في الآخرة. يا شيخ جابر، أنا لو بفكر كده ما كنتش خطرت ولا دخلت من الأول. لو تعرف يا معتز إحنا كنا شايلين لك إيه. العملية دي بعد ما تنجح إحنا بقى محتاجين واحد يفهم في الاقتصاد، واحد يفهم في الإدارة. الواحد ده هو أنت يا معتز. شكرا شكرا، ويا ريت تزعلش مني. انا مش زعلان منك، انا زعلان عليك. اصبر معتز، ان الله مع الصابرين. السلام عليكم. السلام. ممكن تتفضل معانا؟ في ايه تاني؟ انا عملت كل اللي طلبتوه. اتفضل معانا لو سمحت. Thank you.
تقلبها يا حمده. اي فندم. احنا ورا جابر، احنا عايزين نقبض الليله دي على جابر، فاهم؟ الليله دي هو باقصى سرعه. تمام سعادتك. جابر واللي معاه مسلحين واحتمال كبير يقاوم. يبقى هو كده اللي اختار الطريقه اللي احنا نتعامل معاه بيها. وديك سمعت سيادة الوزير قال ايه؟ لازم نقبض عليه عايش او ميت. كلهم ماتوا يا شيخ جابر. الو انا لازم اشوفك عشان خاطري يا غاده. يعني ايه؟ يعني ايه يا اخي؟ حرام عليك. لو لسه فاكراني اي حاجه حلوه عملتها معاكي وافني. غاده انا محتاج لك. طب ايه بقى وليه؟ هل لأن جابر حس بينا وحس إن إحنا هنمسكه ففجر المكان باللي فيه؟ صعب يا صبري، مش للدرجة دي. وبعدين المكان كله مليان متفجرات، يعني ممكن تكون حاجة حصلت كده ولا كده عملت الانفجار. بتحصل، مش أول مرة يعني. مش وسليم معاهم، دول عيال مش مبتدئين من اللي بيصنعوا قنابل بدائية من على النت. لأ، تسليم معاهم يعني ممكن يكون تكون دي حادثة، ولا يكون سليم هو اللي ورا ده كله.
سليم. طب سليم هيعمل ليه كده؟ جايز يكونوا قلبوا عليه. احسبها معايا بقى يا سيف بيه، احسبها معايا بقى بالعقل وبالهداوه كده. معتز طلب يقابل سليم، مين اللي راح يقابله؟ جابر. طب سليم ساعتها بقى كان فين وايه اللي خلاه ما يروحش؟ ممكن يكون جابر منعه، وكمان ممكن يكون جابر كان بيفكر ان هو يتخلص منه بعد ما نفذ له كل اللي طلبه منه. وخلي بال سعادتك ان سليم عمره ما كان واحد منهم، بس هو بقى بذكائه قدر يهرب منهم ويردها لجابر. لو الكلام اللي انت بتقوله يا صبري باشا ده حقيقي، يبقى سليم لسه عايش. احتمال. ولو ده اللي حصل فعلا يبقى سليم هيكمل لوحده. طيب هنجيبه ازاي؟ الاول نتاكد جابر مات ولا لا. كل الناس شافوه قبل ما يخش المكان وانفجر، يبقى اكيد مات. وعشان نتاكد اكتر واكتر لازم لازم نشوف جثه جابر بعينينا. ايوه يا فندم بالظبط يا فندم، بس احنا لقينا كمان نفق في اوضه جابر يا فندم. لا بيطلع على حته تانية خالص بره المقر. لا لا مش عارف يا فندم اذا كان هرب قبل التفجير ولا لا، ما نقدرش نتاكد يا فندم لغايه لما الطب الشرعي يشتغل ويعاين الجثث ويدينا تقرير. مفيش غير سليم يا فندم هو اللي ممكن ينفذ تفجير زي ده. لغايه لما نتاكد يا فندم هنعتبره هربان وهنكمل بحث. بتعمل فيا كده ليه؟ وازاي ما تكلمنيش اول ما ده حصل؟ كلمتك كتير وبعت لك كذا رساله لكن انت ما كنتش بترد. حتى مدام غاده جبتها وفهمتها اللي بيحصل عشان ما تخرجش من اوضتها، لكنها خرجت النهارده وما اعرفش راحت فين. راحت لو سمحت اكشف لي على الاسم اللي دخل بيه هنا الاوتيل، ممكن يكون حاجز بيه في اي مكان تاني. جاوبني جبتني هنا ليه؟ معرفش. يعني ايه معرفش؟ ايه اللي خلاك تكلمني وتجيبني هنا؟ حسيت نفسي لوحدي يا غادة، حسيت نفسي ما عنديش مكان اروح، حسيت فجأة اني مش عارف اعمل ايه. كلمتك. وبعدين؟ كنت عايز أشوفك. عشان جايز دي تكون آخر مرة أشوفك فيها. أنت
وعايز تشوفني ليه؟ عشان تسمعني نفس الكلام بتاع كل مرة؟ عشان تشغلي نفس الاسطوانة بتاعت كل مرة؟ كنت باخد حقي وحق ابني وعايز اغير البلد ونفس الممرضة. والله العظيم لا، كنت عايز اقولك ان انتي صح، انتي كنت صح وانا اللي كنت غلط. وايه اللي اتغير؟ انا اتغيرت يا غادة، وانا المفروض اعمل ايه؟ اخدك في حضني وطبطب عليك واقول لك سامحني يا سليم، سامحني يا حبيبي، صح؟ اقسم لك بالله دي اكتر حاجه نفسي فيها دلوقتي، ويهمنيش يحصل بعديها ايه. لقيته، أشرف محمد عبد الحميد، هو ده نفس الاسم اللي في الباسبور واللي حجز بيه أوضته. في حجز بنفس الاسم في فندق النخيلة بمرسى مطروح. خيري، سليم طالع على مرسى مطروح، عايز نشرب اسمه وبصورته على جميع المنافذ، مفهوم؟ شكرا. العفو. غادة اللي كان بيعمل الحاجات دي مش أنا، ده كان واحد تاني، ضعيف مكسور خايف مرعوب من كل حاجة حواليه وعايز ياخد حقه. بس والله أنا فقت. طب الحمد لله إنك فقت. أنا تعبت، اتبهدلت. أنت تعبت واتبهدلت واعتقلت وابنك مات وعملت كل اللي عملته ده عشان تاخد حق ابنك. أنت هي دي المشكلة، كل حاجة أنت. بس أنا حصل لي إيه؟ عديت بإيه؟ عشت إزاي طول الفترة اللي فاتت؟ ما انا برضو جوزي اعتقل وابني اتقتل وتعذبت، ما فكرتش انا كنت عايشه ازاي؟ ما فكرتش كانت ايامي بتعدي ازاي؟ انا كنت عايشه طول الوقت لوحدي، وحيده، خايفه، ما اقدرش احط عيني في عين الناس. ما صعبتش عليك؟ جاوبني، ما صعبتش عليك؟ أنا ماليش غيرك في الدنيا، حقك عليا، أنا ماليش غيرك في الدنيا. والله أنا بعدت عنهم خلاص، ومتأكد إن هم عمرهم ما ييجوا تاني يدوروا عليا، وأنا مش هرجع أعمل الحاجات اللي كنت بعملها تاني. والمتحف اللي كنت عايز تفجره؟ لا 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 خلاص، مفيش الكلام ده، لا انا هعمل كده ولا اي حد تاني هيعمل كده. انت ازاي اصلا توافق تعمل كده؟ ما كانش ينفع اقول لهم لا. ليه؟ عشان هددوني بيكي. كنت سبتهم يموتوني، لو كانت حياتي هتكون تمن لحياه الناس دي كلها كنت سبتهم يموتوني. ما اقدرش، ما كنتش هسمح لحد انه يقرب لك ولا يلمس شعره من راسك. أنا كنت بحلم إن احنا نرجع تاني مع بعض، وده باين عليه مستحيل. وعشان أهرب من غيرك يبقى برضو كأني بموت. متهيألي مفيش قدامي حل تاني غير إني أسلم نفسي.
تمشي يا خادة. يعني هتسيبني تاني؟ ما هو أنا لو كنت قادرة أعيش من غيرك كنت عشت، لو كنت قادرة أبعد عنك كنت بعدت، ما كنتش جيت لك لحد. بس أنا ما أقدرش، ما تسميش اسمي. ولا هزعلك تاني ابدا. ادينا اتقابلنا تاني يا حمزه. بس المره دي واحد فينا بس هو اللي هيخرج يا سليم. اوعى تفتكر انك هتقبض عليا. هي كلمه واحده يا سليم ومش هكررها تاني. ارمي سلاحك وسلم نفسك. ارمي اللي في ايدك وسلم نفسك يا سليم. انا كنت عارف ان انا مش هينفع اسافر من غير ما اخلص اللي بينا. اللي بينا هيخلص زي ما ابتدى يا سليم. هترجع السجن وهتتعدم انت وجابر وكل اللي معاك. جابر مات خلاص. ما ماتش، جابر لسه عايش يا سليم. ازاي جابر مات؟ سليم ما يطلعش من هنا عايش، انتوا فاهمين؟ يلا. ده مش فارق معايا ولا دمك فارق مع اي حد. النهارده كل شيء هينتهي يا صبري. بس المهم انه ينتهي زي ما احنا عايزين بالظبط. ربنا يستر. ان شاء الله خير. ايه الاخبار؟ كله تمام يا فندم. احنا ماشيين حسب الخطه اللي اتفقنا عليها. وجابر وسليم عملتوا ايه؟ بندور عليهم. واكيد لو فيهم حد عايش هنعرف النهارده. حمزه ما فيش اخبار جديده عنه؟ لسه مش عارفين هو فين لحد دلوقتي ولا بيعمل ايه ولا ايه اللي حصل له. يعدي بس النهارده على خير وبعدين نشوف موضوعه. انا هحضر الافتتاح بتاع المتحف مع سياده الرئيس وباقي الاسره. مش عايز غلطه واحده يا فندم. احنا جاهزين لكل حاجه ورجالتنا بيأمنوا المتحف واللي اتفقنا عليه هيتنفذ زي ما جهزناه بالظبط. عظيم عظيم. نبقى على اتصال ببعض طول النهار. ها؟ ربنا يعدي النهارده على خير. محدش رجع يا شيخ جابر، ولا واحد من اللي راحوا ورا حمزه وسليم رجع. ايه؟ بيعملوا ايه ده كله؟ مش مهم. سليم يا مات يا هيموت.
اجهز انت بس بالرجاله وتحركوا. رجالة جابر دلوقتي زمانهم بيتحركوا، أول ما يوصلوا ويجهزوا هديكم الإشارة، تخشوا عليهم تقبضوا عليهم كلهم، ما تسيبوش ولا واحد منهم يهرب، مفهوم؟ ولا واحد يهرب، عايزهم كلهم تقبضوا عليهم. إيه الأخبار؟ كل حاجة ماشية زي ما أمر سيادتك، رجالتنا متوزعين في كل مكان، ومفيش أي مشاكل حصلت لحد دلوقتي. ومش عايز أي مشاكل تحصل، سيادة الرئيس هيقول خطبته بعد شوية، عشان كده لازم نجهز. عايزك تزود فرقة خاصة تكون موجودة في جميع القاعات اللي هيخشها الرئيس. والحراسة على جميع البوابات تزيد، أي حد يدخل أو يخرج لازم يكون بتصريح. تمام يا فندم. ولحد اليوم ده ما يعدي كلنا في حالة طوارئ. توماس هاد. ربنا يعدي اليوم ده على خير. اسمعني كويس قوي وركز معايا. كمان شوية جابر هيبعت إشارة تفجير علشان يكمل اللي بدأه. جابر ما يعرفش ان احنا اخلينا المتحف كله من كل المتفجرات، وده اللي هيخلينا نوصله. اول الاشاره دي ما تطلع تحددوا لي المكان بالظبط، مفهوم؟ تمام يا فندم. ايه ده؟ مش ممكن، في حاجه غلط. الرقم اللي في الملف ده اكيد مش مظبوط. انتوا اتاكدتوا من وزن المتفجرات اللي خرجناها من المتحف وراجعنا عليه مرتين سعادتك؟ ايه الغلط سعادتك؟ ازاي بس يا اكرم؟ انا بقول لك تاني، متاكد من الرقم اللي في الملف ده؟ يا فندم حضرتك لو مش مصدقني نروح نراجع عليها تاني. مش مصدقك ايه؟ ما هو لو كلامك ده صح تبقى كارثه، مصيبه. اوعى يا فندم. ايه الغلط بس سعادتك؟ يا فندم كميه المتفجرات اللي خرجناها من المتحف احنا راجعنا عليها ووزناها، طلعت 46 طن، لكن الشحنه الاصليه اللي الجيش مسكها قبل كده كانت 55 طن. طب وايه المشكله؟ ما جايز ما عرفوش يجيبوا نفس الكمية المرة التانية فاستخدموا كمية أقل. مش ممكن يا فندم، أنا رجعت تاني على مساحة المتحف وعلى كمية المتفجرات اللي اتزرعت هناك، واللي زرعها عارف كويس قوي هو بيعمل إيه، يعني مستحيل يكون يستخدم كمية أقل من 55 طن. تقصد إيه؟ قصدي إن كلامي ده لو طلع صح يبقى لسه في متفجرات دلوقتي جوه المتحف. يعني إيه لسه في متفجرات في المتحف؟ أمال فاروق اللي معاك كانوا بيعملوا إيه بالظبط؟ لسه عارف دلوقتي؟ دي كارثه يا صبري، كارثه. احنا بنزق الافتتاح على الهوا، عارف يعني ايه على الهوا؟ انا ما اقدرش اخد قرارات زي ده، لازم ارجع لسياده الوزير وهو يقول لنا نعمل ايه. ماشي يا صبري، ماشي، انا هكلمه. يلا مع السلامه. ايوه سياده الوزير، احنا عندنا مشكله ومحتاجين توجيهات سيادتك. القنبلة اشتغلت؟ أيوة يا فندم. وقدامنا قد إيه؟ 20 دقيقة يا فندم. 20 دقيقة بس؟ القنبلة اشتغلت يا حمزة. إيه؟
اشتغلت؟ اشتغلت يعني ايه؟ يبقى لازم نخلي المتحف فورا. بس الرئيس بدأ. مش مهم الرئيس بدأ، مش مهم. مش مهم ازاي يا حمزه؟ هنوقف رئيس الجمهوريه. طب قدامنا قد ايه يا فندم؟ 19 دقيقه يا حمزه. 19 دقيقه؟ طيب يا فندم، لازم نبقى جاهزين لكل الاحتمالات. يا نخلي المتحف واللي يحصل يحصل، يا اما نبطل القنبله. اتصرف يا حمزه، اتصرف. حاضر يا فندم، حاضر. ها وصلت للاشاره؟ دقيقه واحده مش اكتر من دقيقه، مفهوم؟ تمام يا فندم. يشرفني اليوم ان اعلن عن مولد يوم جديد في تاريخ الحضاره المصريه. اليوم هو يوم افتتاح صرح حضاري جديد وبدايه صفحه جديده في تاريخ مصر. ايها الاخوه، ايوه شيخ مصطفى، كل خير ان شاء الله. قدامنا 18 دقيقة، 18 دقيقة والكل اتحرك زي ما فهمتك يا شيخ مصطفى. أهم حاجة لإقسام المديريات، لازم نكسر شوكة الداخلية، فاهمني؟ المسيرات تبدأ تملى الشوارع والميادين. عايز كل حاجة تتم زي ما اتفقنا بالظبط، وإلا كل اللي عملناه هيروح على ما فيش. شيخ مصطفى، اللي هيحصل النهاردة استحالة يتكرر تاني. السلام عليكم. أوامر سيادة الوزير واضحة، عايزين نتحرك وبسرعة، قدامنا 17 دقيقة، عايز فريق يحدد أماكن المتفجرات ويتعامل معاها وبسرعة. موكب سيادة الرئيس يتأمن من القاعة للبوابات وتفعل خطة الطوارئ، والناس اللي في المتحف يخرجوا بهدوء وبنظام ومن غير أي مشاكل. بقول لك، لو فضيت المتحف ياخد وقت قد إيه؟ 5 دقايق يا فندم. معنى كده إن قدامنا 12 دقيقة عشان نتعامل مع القنبلة، يا إما نبطلها يا إما نخرج الناس. أول ما نعدي التنازل يوصل لخمس دقايق تعلن إن البث اتقطع وتقول إن حصل عطل فني لحد الرئيس ما يوصل للقصر بتاعه، وبعد كده نبقى نشوف هنقول إيه للناس. المهم ما يحصلش أي خسائر بشرية. الحق يا فندم، مش ده سليم فواز؟ سليم اهدى المجاعة، هتتحرك اهدى. أنا جاي أوقف القنبلة. سليم هنا يا فندم. ما سمعتش. سليم هنا يا فندم. سليم؟ فين؟ في مدخل الجراج. طب أنا جاي حالا. سليم؟ أنا جاي أفك القنبلة يا حمزة. أنا كان ممكن أهرب، لكن اخترت إن أنا أجي هنا برجلي. إديهم أمر يدخلوني يا حمزة. مفيش وقت. عمل أي حاجة، رصاصة في نافوخه، وتخلوا المتحف فورا. مفهوم. تحت أي ظرف. تمام يا فندم. سيادة المقدم حمزة، حددنا مكان الإشارة يا فندم. جاي لك هورن. اهدى المجاعة، هتتحرك اهدى. انا جاي اوقف القنبلة. سليم هنا يا فندم. ما سمعتش. سليم؟ فين؟ في مدخل الجراج. طب أنا جاي حالا. سليم؟ أنا جاي أفك القنبلة يا حمزة. أفكر، أنا كان ممكن أهرب،
لكن اخترت ان انا اجي هنا برجليا. اديهم امر يدخلوني يا حمزه. مفيش وقت. عمل اي حاجه رصاصه في نافوخه وتخلوا المتحف فورا. مفهوم. تحت اي ظرف. تمام يا فندم. سياده المقدم حمزه حددنا مكان الاشاره يا فندم. جاي لك فورا. اتجننت يا غاده؟ عايزه تهربي ومع سليم؟ اه مفيش حد غيرك يقدر يساعدني. انا؟ لا طبعا انسي. انت عايزه توديني في داهيه نجله. انا عمري ما هطلب منك حاجه تاذيكي. انا لازم اسافر مع سليم النهارده وما قداميش حل تاني. تسافري معاه فين وتسافري مع ليه؟ مش ده سليم؟ سليم اللي كنت بتهربي منه؟ سليم اللي عمل فيكي كل اللي انت فيه ده؟ لا ده سليم بتاع زمان. صدقيني سليم رجع لي تاني وانا دلوقتي ما عنديش اي حد غيره. انا عارفه اللي انا بعمله ده جنان، بس انا محتاجاكي وما عنديش حد تاني يساعدني. أساعدك إزاي؟ مش أنتي قلتيلي إن الشركة عندكم طلعة فوق اسكندرية ومن هناك هيطلعوا على اليونان؟ أنا وسليم عايزين نطلع مع الفوق ده. أيوة بس إزاي يعني؟ أنا لو عرفت هطلعكم مع الفوق لحد اسكندرية، لكن أنتم مش هتعرفوا تخرجوا برا البلد من غير باسبورات. ما تقلقيش، سليم مظبط كل حاجة. كل اللي أنا عايزاه منك إنك تاخدي الأسماء اللي في الباسبورات دي وتحطيها مع الفوق اللي طالع، وإحنا هناك هنتصرف، ممكن؟ عشان خاطري. لو حصل اي حاجه يا غاده ولا اتقبض عليكم ما اعرفكيش. ماشي. طيب هتستنيني بس اما اشوف هعرف اعمل كده ولا لا. ماشي. اشو جابر يا قدامنا دلوقتي كان في الفيلا وخرجت منها. لا سليم مش معاها، مش عارفين هو فين دلوقتي. نتحرك مع بقى اخواننا عشان ننفذ اللي اتفقنا عليه. عارفين اول ما المتحف ينفجر كلنا هنهجم. امرك شجاب. متأكد ان هو ده المكان اللي طلعت منه الإشارة؟ اه يا فندم. جابر مش موجود. الإشارة طلعت من قد ايه؟ من 5 دقايق يا فندم. يبقى تقفلوا كل الطرق، كل العربيات تتفتش، واللي هو صبري ياخد فكرة بكل اللي بيحصل ده، وعايز قوة تحرك معايا، مفهوم؟ تمام يا فندم. في ايه؟ مش راضية توقف. يعني ايه؟ معرفش، مش عارف اوقفها. اخروا المرمى بسرعة. موكب الرئيس فين؟ عند البوابة وجاهز يا فندم. الحرس الجمهوري جاهز يأمن موكبه لحد ما يرجع سيادته القصر. عظيم. عايزك تبدأ تخرج الضيوف لحد البوابات، والعربيات تكون جاهزة عشان يمشوا على طول. احنا هنستنى دقيقة، لو القنبلة ما وقفتش تبدأ فورا تخلي المتحف. تمام يا فندم. إخلاء المتحف وكملوا البث عادي.
سليم اللي وقفها؟ انت متأكد يا سيف؟ طب هو فين دلوقتي؟ خليك وراه. حمزة ورا جابر. ايوه حمزة رجع وهيقبض عليه ان شاء الله. كل حاجة هتخلص النهاردة، كل حاجة هتخلص. يلا الاوتوبيسات هتطلع الساعة 7:30 بالظبط. بجد؟ يعني عرفت تتصرفي؟ أنا سجلت الأسماء الموجودة في الباسبورات، لو أي حد سألكوا عن أي حاجة قولي إن أنتي من قسم الماركتينج. أكتر من كده بجد أنا مش عارفة إيه اللي هيحصل. بس غادة، أنا عارفة هتقولي إيه، ما تخافيش. أول ما تخرجوا برا مصر كلميني، طمنيني عليكي يا غادة، فاهمة؟ حاضر، ومتشكرة بجد يا نجلة. خلي بالك من نفسك. لا تخاف من الفجرش. ازاي؟ انا بعت الاشارة بايدي. حتى لو الداخليه عارفه ما لحقوش يتصرفوا الا لو سليم. ايوه المنصوريه. يبقى انا عرفت هو رايح فين. عايز فرقه مكافحه تتحرك حالا وتستناني عند الكمين اللي هناك، وانا رايح فورا، مفهوم؟ ايوه يا غاده، انا خرجت والقنبله ما انفجرتش. انت فين؟ في الفيلا؟ طيب عملت ايه مع نجلانا؟ طيب هايل، جهزي نفسك عشان هاجيلك ونتحرك على طول. يلا باي باي. بسلم نفسي يا حمزة، حاكموني. بسلم نفسي يا حمزة. حمزة باشا، حاكموني بقانونكم. حاكمني بقانونك يا حمزة. Thank you.
بقانونك انت يا جابر، بقانونك انت، بقانونك انت يا جابر.